بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده. حلقتنا النهارده هنتكلم على علاقه ما بين الكورونا فيروس والكبد. احنا اتكلمنا في حلقات قبل كده عن الاعراض بتاعت الكورونا فيروس، وعملنا حلقه تانية عن الاعراض الغير متوقعه للكورونا فيروس. النهارده بقى هنتكلم على العلاقه اللي ما بين الكورونا فيروس والكبد، هل في علاقه ما بين الاثنين ولا لا؟ كل ده هنشوفه في الحلقه دي، هتتابعوني ولكن بعد الفصل. طبعا راجع بسرعة كده اعراض الكورونا فيروس اللي احنا اتكلمنا عليها اللي انتوا عارفينها كلها: ارتفاع في درجة الحرارة، سخونية، احتقان في الزور، قرشة النفس، فقدان حاسة الشم وحاسة التذوق. دي الاعراض اللي احنا كلنا عارفينها. اضفنا ليها المرة اللي فاتت اعراض بتيجي في الجهاز الهضمي زي الاسهال زي القيء. والحقيقة السبب في كده ان المستقبلات بتاعة الفيروس دي موجودة في كل الجسم، عشان كده الفيروس ده ممكن يعمل اعراض في كل الجسم. وحديثا ابتدى نشوف ان في تأثير بيحصل من الكورونا فيروس على الكبد. ابتدينا نشوف ان بيجي لنا مرضى بانزيمات كبد مرتفعة. هو طبعا الدكتور المريض جاي لي اتحول من دكتور صدر مثلا عشان انزيمات الكبد بتاعته مرتفعة، والمريض ده بيبقى عنده كورونا. المريض طبعا بيبقى جاي منزعج، انا ليه انزيمات الكبد عندي مرتفعة وانا عندي فيروس سي وانا عندي فيروس بي وانا عندي ايه؟ انا بطمنه لما بلاقي الارتفاع في انزيمات الكبد مش عالي، انا بطمنه بقول له ما تقلقش، ده جزء من اعراض الكورونا فيروس، هتصبر لغايه ما قصه الكورونا دي تنتهي وتخف، وبعد كده نعيد تقييم وظائف الكبد تاني ونشوف هل رجعت لطبيعتها ولا لا. والحقيقه لما ابتدي بقى نبحث في الموضوع بنلاقي ان تقريبا تلت العيانين بيجي لهم ارتفاع في انزيمات الكبد، بالذات لو كانوا رجال، بالذات لو كان دلائل الالتهابات بتاعتهم عالية زي السي ار بي او الفيريتين، دول لازم بيكون بصاحبهم ارتفاع في انزيمات الكبد، والارتفاع ده زي ما احنا قلنا بيبقى بسيط وبيرجع للطبيعي. في نوعية تانية الحالات الشديدة قوي اللي هي بتبقى موجودة في الرعاية المركزة، اللي بيصاحبها تسمم في الدم، اللي بيصاحبها اختلال في وظائف الكلى، دول طبعا بيبقى ممكن يبقى معاهم ارتفاع جامد قوي في نسبة في انزيمات الكبد وفي الصفرة، ودي قصة مختلفة بيبقى نتيجة لارتفاع الحاجات الخاصة بالمناعة. المناعة طبعا الفيروس بيهيج المناعة بشكل مبالغ فيه، فده طبعا بيأثر على الأعضاء كلها، ومن ضمن الأعضاء اللي ممكن يأثر عليها هو الكبد. ده احنا اتكلمنا عليه، ده احنا اتكلمنا على واحد الكبد بتاعه سليم. طيب لو واحد بقى الكبد بتاعه مش سليم، يعني عنده فيروس بي، عنده دهون على الكبد، عنده بتاع دوت التهاب كبدي مناعي، عامل زراعة كبد وبياخد ادوية مثبطة للمناعة، يا ترى الفيروس الكورونا فيروس معاهم بيبقى عامل ازاي؟ تعالوا نشوف اول حاجة المريض اللي عنده التهاب كبدي فيروس بي. الحقيقة المريض ده بيتأثر جدا لو جاله كورونا فيروس، بيحصل ارتفاع شديد في انزيمات الكبد ونسبة الصفرة بتزيد. عشان كده المريض ده مهم قوي ان هو يحرص على نفسه، مهم قوي لو جاله كورونا دكتور الكبد يبقى مشارك في القصة دي، عشان يشوف لو حصل نشاط زيادة للفيروس بي نتيجة للكورونا فيروس ما بيثبط المناعة، فممكن يهيج الفيروس بي على المريض ويحصل ارتفاع في الصفرة ويحصل ارتفاع في الانزيمات، فلازم الدكتور الكبد يتدخل بأدوية انها تقلل النشاط بتاع فيروس بي ده. طيب مين تاني ممكن يتأثر؟ المريض بتاع دهون الكبد. هي وجدوا ان المريض اللي عنده دهون في الكبد لما بيجيله الكورونا فيروس بيبقى عنيف، وده الحقيقة ممكن ما يكونش ليه علاقة مباشرة بالكورونا فيروس كفيروس، لكن هو ليه علاقة من غالبا المريض بتاع دهون الكبد بيبقى سمين، والمريض السمان او التخان دول بيبقى عندهم مشاكل في المناعة بتاعتها، عشان كده الكورونا فيروس عندهم بيجي بيبقى عنيف قوي لما بيجي لهم الالتهاب بتاع الكورونا فيروس ده في المرضى دول. طيب مين تاني؟ الناس اللي عندهم التهاب كبدي مناعي، والناس دول بياخدوا ادويه مثبطه للمناعه زي الكورتيزون والايسايوبريم وكده، وجدوا الحقيقه ان الناس دول لما بيجي لهم الكورونا فيروس ما بيبقاش عنيف. يعني دي مفاجاه ان الكورونا فيروس في الناس دول ما بيبقاش عنيف، وده حقيقه السر ان هو بيرجع طبعا للادويه المثبطه للمناعه اللي هو بياخدوها، ده بيمنع الجهاز المناعه ان هو يشتغل بشكل زائد عن اللزوم فيضر بالجسم ويعمل مشاكل.
تاني لو اتكلمنا برضو الناس اللي عاملين زراعة كبد وبياخدوا أدوية مثبطة المناعة، الكلام ده ينطبق عليهم ما ينطبق على الكلام اللي احنا قلناه عن الناس اللي عندهم التهاب كبدي مناعي، برضو الناس دول ما بيحصل لهمش مشاكل كبيرة مع الكورونا فيروس. فإذا نلخص كده، مين اللي بيحصل له مشاكل لو جاله كورونا فيروس؟ الناس اللي عندهم فيروس بي، الناس اللي عندهم دهون على الكبد. مين اللي ما بيحصل لهمش مشاكل؟ الناس اللي عندهم التهاب كبدي مناعي او عاملين زراعه كبد وبياخدوا ادويه مثبطه للمناعه. طب ايه الموقف بقى بالنسبه لعيانين تليف الكبد؟ الحقيقه دول اللي بنخاف عليهم، دول اللي بنخاف عليهم. لو جالهم كورونا فيروس ممكن يؤدي معاهم الى التهاب رئوي بشكل اقوى، ممكن العيان ده يخش في غيبوبه كبديه. انا كان لسه عندي عيان من يومين بيحكي لي قصه كده، جاله سخونيه لمده يومين ودخل على طول بعديها في غيبوبه كبديه، لان الفيروس طبعا بيأثر على الكبد وبيأثر على وظائف الكبد ويخلي العيان بتاع الفيروس بتاع التليف الكبد ده يتدهور بشكل قوي. فعشان كده العيان بتوع الكبد بصفه عامه وبتوع التليف الكبد بصفه خاصه دول لازم نحرص عليهم، ودايما بقول لهم خدوا بالكم من نفسكم ما تستهتروش، انتوا معرضين لمشاكل كورونا فيروس اكتر من غيركم، ويا ريت ان انتوا تلتزموا البيوت، بالذات العيان عندهم تليف كبد دول لازم يلتزموا البيت تماما وما يخرجوش خالص وياخدوا بالهم من التباعد الاجتماعي. والناس اللي عندهم دهون على الكبد او عندهم فيروس بي برضه ياخدوا بالهم من نفسهم، ولو نزلوا الشارع زي ما احنا متفقين ماسكات وناخد بالنا قوي من العدوى عشان ربنا يسلم وما يحصل لهمش مشاكل في الكبد، لان هم اساسا بيبقى عندهم مشاكل من الاصل ومش ناقصين. اتمنى تكونوا استفدتم بالفيديو ده، اللي لسه ما شرفناش بالاشتراك شرفنا طبعا يكون عضو من اعضائنا في قناه هيباتو كلينيك. اشوفكم في حلقه قادمه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.